حسوي لكم لقيمات محشية بثلاث مكونات بس. أول شي أحط كوب دقيق أبيض وملعقة صغيرة خميرة وعلبة قشطة وأعجنهم مع بعض، وأخلي العجينة ترتاح لمدة نص ساعة. وكذا بعد ما ارتاحت وأخذ شوية من العجينة وأفردها بصباعي، وأحط الجبنة وأقفلها وأخليها على شكل دائرة. وكذا بعد ما شكلتهم كلهم وأقليهم في زيت حرارته متوسطة وأقلب بشكل مستمر، وكذا صارت جاهزة. وآخر شيء أزينها بزبدة اللوتس أو حليب مكثف محلى وبس. كذا خلصنا، حقيقي الطعم جنان وما يتفوت، وبالعافية علينا.